غنبي كل شويه. صافا الحمد لله والله غنبي. ما راكش تدخل؟ لا لا الحمد لله. خاطين الحمد لله يا ربي. مولودي رامي. رامي صايم؟ صايم بيان سور صايم. ورمضان ما بالعكس عباده وصحه والله. البارح كيف جوز وما قلقتش شويه؟ لا ابدا والله. لا ابدا، الصوم رحمه للذات والنفس والروح، والصوم هو عباده وتضامن مع جميع المسلمين والمؤمنين. رامي شوف سؤالنا لنا اليوم. يقول لك كاين منزل ينفر منه الشيطان، الشيطان يهرب من هذاك المنزل. نقول لك صح. انا نقول نورمالمون هذا البيت اسمه بيت تاع الكتب تاع العربيه. وين يكون العربيه وتكون القران وتكون الرقيه وكاع ما يدخلوش. والله ماشي هذا يما. شوف سؤالنا لنهار اليوم يقول لك كاين بيت ينفر منه الشيطان، وشنو هو هذا البيت؟ ما هو البيت الذي ينفر منه الشيطان؟ بيت المرحاض. العبادة، البيت العبادة تاع الدين، المسجد. لا خاطئ، المسجد. تخمم شوية. الحمد لله. لا خاطئ. ما ربحتش معنا، واش تقدر تقول للمشاهدين في شهر رمضان الكريم؟ أولا قبل ما نتكلم على رمضان نعبر على الحزن العميق يعني الألم اللي نتألموه كمسلمين وكجزائريين بالأخص لإخواننا في غزة اللي راهم يعانوا والوين.